السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في اللايف جديد مع موتور بائما. في هذا اللايف هذا انا هضر على واحد الموضوع خاص بعالم السيارات، اللي هو الموضوع ديال كيفاش تقلب الطوموبيل ديالك اللي قديمه، يعني باش تشري طوموبيل مستعمله كيفاش تقلبها. بالنسبه لهذا الموضوع هذا، يعني الطريقه ديال التقلب هي كبيره بزاف ومتنوعه، ولا ما مختص في هذا المجال هذا، ديك تلقى واحد الاشكال كبير، وكاين بزاف ديال يعني الخواض والتخربيق في هذا، يعني في هذا المجال هذا، خصوصا فاش تقلب الطوموبيل. يعني كيمشي كيضحكوا عليك الناس، خصوصا اللي عندهم ديفوات بزاف في هذا، يعني في الطوموبيل ديالهم ولا شي، كيبغي دغيا هو يبيع عليك بطريقه اللي ما خد يعني فيها الخواض، وخصوصا انت تكون ديما كتمشي على قبل ان الثمن طايح وكتطيح في الفخ ديالهم. اذا اهم اشياء غادي نحاولوا زعما اننا نعاونوكم باش كيفاش زعما تقلبوا الطوموبيل ديالكم. اول حاجه هو انك ملي تبغي يعني تقرر انك تمشي تقلب ديك الطوموبيل، اول هو خصك ضروري دير معك ميكانيك وطولوري، او لا على الاقل ميكانيك يكون تيفهم في توافق طولوري، يعني كي تيفهم توافق في الهيكل ديال السياره، يعرفها واش اكسيدونتي او لا. بالنسبه ل يعني ملي غدير داك الميكانيك اللي غتمشي انت وياه يعني باش تقلب الطوموبيل، ضروري خصك تشوف حتى الشخص اللي غتشري من عنده، يعني كيفاش الهيئه ديالو، كيفاش طريقه الكلام ديالو، حتى هي كتعبر بزاف، ويعني القصه ديال الطريق البيع ديالو، يعني علاش بغى يبيع الطوموبيل، يعني اهم اسئله كتسول، علاش بتبيع الطوموبيل، شنو هما الديفوات ديالو، الطريقه باش كيجاوب. يعني من خلال ديك الطريقه كتكتشف شحال من حاجه اكثر يعني من انك كتكتشف يعني في السياره بحد ذاتها. ثاني يعني من غير انك يعني كتشوف انت الهيئه ديالها من برا كي دايره، هو اولا يعني ما خصش تكون يعني فيها الخدوش بزاف، لانه غادي تضطر انك تعاود الصباغه. طبعا الا عاودتي الصباغه يعني انك خاصك باش الا عاودتي الصباغه كطيح الطوموبيل في الثمن ديالها في السوق بالزربه، لان اغلبيه الناس كيعتقدوا بانها اكسيدونت، يعني دار اكسيدا ما كيبغيش يشروها من عندك. اذا من غير انك تشوف هذه الصباغه، وحتى كذلك تشوف الصباغه واش معاوده او لا ما معاودهش، يعني واش ما طيحش في نفس الفخ نتايا، وخصك تعرف يعني الا معاوده خصك تعرف علاش معاوده، يعني كما قلت لك خص ضروري طولوري يكون معك باش يفيريفي هذيك الحاله ديال السياره، يعني هو غادي يعرف اول واش اكسيدونتي، ويعرف حتى الكاليتي يعني ديال الصباغه كي دايره. بالنسبه ل من غير يعني من غير الصباغه، يعني لو شتي الصباغه مزيانه ويعني وصافي يعني رضاتك، كتنتقل ديريكت للهيكل ديال السياره، وتما كيجي عاد نيت الخدمه ديال الطولوري حتى هي كذلك، كتشوف الهيكل يعني واش ما فيهش البوراج، واش مشى اكسيدونتي، كتشوف دوك اللي كيقول لك البارات اللي كيكونوا كبار تما، كيقول لهم بالدارجه ديال يعني الحوتات، هادو كتقلبهم، يعني هما الشاسي الاساسي ديال الطوموبيل كتقلبو، الا كانوا معوجين داكشي هادوك ما كي يعني ما لهمش حل، يعني حاجه اخرى في الطوموبيل حل الا هادوك، يعني ما كاينش حل. كيف بعض السيارات كيتقلعوا ويقدروا يتعاودوا يطردوا جداد، ولكن انواع قلال، ما اغلبيه السيارات تيكونوا فيكس مع الطوموبيل، يعني ما كيتبدلوش، يعني اما كيتقادوا خاصه لتعوجها شويه كيتقادوا، ولكن لتهرسوا تيردوهم، ولكن ضروري كيبان فيهم العيب، ولكن داك العيب شي مرات ما تيقدرش يشوفوه الا شي واحد اللي يكون محترف في هذاك المجال. بالنسبه لما شفتي انا شاصي انا ما درتش اكسيدونتي، يعني اللي هي اخر حاجه كما قلنا. ثاني كتشوف الحاله ديال المحرك، تما كتدخل الميكانيك، اولا حتى انت اللي كانت عندك درايه يعني بالموتور، يعني راه غير من الاصوات ديال الموتور، يعني الطريقه باش ديمارا، واش تعطل في الديماراج، واش بلي ديمارا بقى تزعزع كامل، اش من صوت قال بالضبط، واش ديمارا بالزربه، يعني كلشي هاد الاصوات هادو حتى هما كيلعبوا دور، واش السيد اللي فاش دور الكونتاكت، واش دور الكونتاكت وبقى شحال، خصوصا في الطوموبيله كانت جديده، يعني خص نورمالمون غير يدور الكونتاكت ويديمارا دغيا، ماشي خاصو باش يدور الكونتاكت عاد تسنى واحد شويه بحال هذا تسخن، يعني بحال الطوموبيلات القدام اللي فيهم يعني فيهم الكاربيراتور ماشي فيهم لانجيكسيون، لانجيكسيون او عفوا. من بعد يعني ملي كتلاحظ كلشي هادشي، كتشوف عاوتاني كيفاش يعني الدخان اللي كيخرج، كيف فيه دخان الطوموبيل، يعني واش كتلقى دخان، اش من نوع ديال الدخان اللي كاين. طبعا كاين ثلاث انواع ديال الدخان، كاين دخان ابيض وكحل وازرق. بالنسبه عاوتاني كذلك يشوف عاوتاني الحاله ديال سميتو ديال الميكانيك، غادي يدخل كذلك عاوتاني تما باش يشوف يزيد اكثر يتعمق، يعني حتى هو اللي عاد يعني حافظ داكشي، حافظ الاصوات ديال الموتور، حافظ الحركات ديالو، الاصوات يقلب هو بعينيه وبيديه، ويشوف يعني الزيت كي دايره، يشوف كلشي. وحتى انت كذلك كتراقب، يعني ماشي كتخلي الميكانيك بوحدو تمايا وفقط وكترجع انت اللور، يعني كتراقب كذلك وكتشوف حتى هو الميكانيك اش كيدير، ما عمرك تخلي الميكانيك ينفرد مع صاحب السياره، لانه
كاين الاصحاب الانفس الضعيفه اللي دغيا كتضعف جهه الفلوس وتما كتخليك بانك باش يعني ما يعني كتدغي كتضحي بك يعني كيكون ديفو في الطوموبيل الميكانيك ما كيقولش لانه عارف راسو غيشد الطويره من بعد يعني ديما حضرنا هذه القضيه هذه يعني مهما كانت المعرفه ديالك فاش الميكانيك ما تعرفش شنو في الداخل النفسيه ديالو. بالنسبه لحاجه اخرى هو عندنا السيد محمد ياك اش من سياره كتنصح بها. السؤال طبعا خارج الموضوع ولكن ماشي مشكل يعني كنتقبلوا حنا جميع الاسئله يعني داخل هذا الموضوع على ديال كيفاش تشري طوموبيل او خارج هذا الموضوع ماشي مشكل. اش من سياره كنصح بها اش من ثمن الاخ محمد اش من ثمن واش ايسانس لا ديزل يعني بالنسبه لك انت حيت ضروري الثمن وشنو باغي انت واش ايسانس لا ديزل واش كتحرك في المدينه بزاف او لا برا المدينه الى اخره. نرجع لسميتو يعني بالنسبه للميكانيك كما قلنا يعني راقبو حتى هو خصك تراقبو يعني خصك تكون تراقب كل شيء يعني عمليه الشراء ماشي عمليه سهله لان الطوموبيل هذوك وفلوس هذوك يعني اغلب الطوموبيل كتلقاها يعني راه ملايين باش كنهضروا يعني ماشي سهله او حاجه اللي غدوم بيك وتهز لك ولادك وتهزك انت وتوقيك مشى حاجه. من بعد ملي كتقول الميكانيك يعطيك الاوكي ديالو يعني بان الموتور راه في حاله جيده او لا خاصها شي حاجه بسيطه ممكن يعني شي حاجه ممكن الاصلاح ديالها يعني 200 درهم شي حاجه ماشي مشكل. من الاحسن انك تسوق الطوموبيل يعني احسن حاجه هو انك تسوق الطوموبيل يعني ما ديرش ما يعني تحشمش من هذا قول اعطيني نسوق وركب سوق وجرب الطوموبيل زيرها شويه في الموتور دير جربيها شويه طبعا حدود المعقول ماشي نوضي حيت ماشي طوموبيلك طبعا واش تجربيها كما بغيتي انا واحد المسافه وبين اللي كنت تيست الفرانات يعني فراني بالجهد وهذاك الشيء باش دير. من بعد نشوف يعني لان الطوموبيل كتستجيب وكل شيء داكشي مزيان يعني كتمرن داكشي صافي من بعد كتبقى تمشي انك باش تمشي باش دوزها في لافيزيت اولا حيت اغلبيه الناس كيديروا واحد الخطا هو انه كيمشيو للطوموبيل كيمشي كيتكتبوا هو الاول عاد كيدير لافيزيت خاصها تيكون في شي مدينه بعيده على مدينته كيكون جاي ما عندوش الوقت الصباح كامل دوزو غير في المناقشه ديال الثمن والتقرا ديال الطوموبيل كيقول اه راه نتكتب مع بالزربان مشى نعييت تنمشي في حالي وندوز لافيزيت هذاك خطا كبير كيمشي لافيزيت كيحصلوا فيه الوراق ما كيبغيش يدوزو الطوموبيل كيتصل بمول الطوموبيل ما كيلقاش كيصدق في واحد العمليه اخرى عيولي شي طوموبيل وفرح بها تيولي يعني داير لي حياته. استاذ زكريا سولنا نيسان واش مزيانه في الاستهلاك ديالها اش من نيسان قشقاي اش من هلو اون جينيرال نيسان اللي فيهم موتور يعني دي سي 1.5 راه ايكونوميك يعني ما كيتعداوش في الحالات ديالهم كاع في المدينه الكبير كيوصلوا 6.5 حتى 7 الماكسيموم يعني في حاله ديال الزحام بزاف في الحاله ديال ان يهز تقول انت بزاف والزحام بحال في شي مدينه كبيره بحال كامل كازا او طنجة او الى اخره تما قدرت توصل حتى 6.7 وتنتا كي طرق الكليما ولا ما طرقش الكليما والطريقه ديال السوغان ديالك يعني الا كنتي برومي كطول فيه بزاف ودوزيام كطول حتى بزاف تعمر الموتور بزاف كت الكونسوماسيون كتطلع طبعا. المهم باش نرجعوا ثاني بالنسبه للفيزيت يعني لافيزيت حتى هو كذلك تحضي معاهم ما تخليش من السيارات اللي تنفرد مع صحاب لافيزيت يعني ديما تبقى مراقب واخا كيقول لكم ما سير تجلس في واحد البلاصه تما يعني بعاد ولكن ديما بقى تراقب عينيك سول من الاحسن انك تهبط تحت الطوموبيل اللي كندوز تما راه يقدر يخليك لان ديال البيع عادي ماشي الاخرى يعني الاخرى كيقول لك ما تقربش للطوموبيل كاع ولكن بالنسبه ديال البيع لا راه من حقك انك تقرب للطوموبيل وتهبط تحتها تشوف نتايا وسولو وريو ولا حاجه بانت لك هي شي هي هذيك قول لي واش اشنو هذه لا الصالحه واكد عليه باش يزيد يقلب الارقام ويعاود يقلبهم. بالنسبه للارقام ديال كارت غريز راه كاين تدخل يقدر تدخل داك الارقام ديال كارت غريز في جوجل وراه كيعطيك شحال من مره شحال من حاجه خصوصا الا كان الطوموبيل ديواني راه يقدر يعطيك واش مسروقه ولا ما مسروقاش هذاك الرقم ديال كاتغريز اللي يعني الرقم ديال الشاسي الا كان مسروقه في برا راه غادي يعطيك غادي يقول لك مسروقه ولا كان داخل ديال المغرب غادي يعطيك تقريبا غير واش الموتور فيها واش من اني فاش خرجت بالضبط يعني من اني فاش خرجت ماشي من لا ميزون انما من اني فاش خرجت من الشركه حيت تقدر تكون هي موديل كامل 2009 فاش خرجت من الشركه ولكن ما تبع حتى الاخر ديال 2010 حيت بقات في السطوك وعاد بقات في هاد تبعت ولكن هي كتسمى موديل 2010 ولكن فاش خرجت من الشركه خرجت في 2009 من بعد بلي انا كدوز يعني لا فيزيت وكيما قلت لك كتاكد عليهم لان اغلب اصحاب لا فيزيت ما نقولوش الجميع انما ما كي يعني ما كي خصوصا ديال البيع غير كيدوزوها ولكن الا وقفتي عليهم ودرتي غادي يخدموا معاك مزيان وخصوصا الارقام حيت الارقام خصك تنتبه بزاف للاخطاء واش كاينين في الكارت غريز يعني الارقام يعني مطابقه طابق الكارت غريز مع الشاسي مع جميع البيسرينا مع اللي مطبوعه في الحديد يعني في الطوموبيل مع اللي كاينه في الزاج حيت الطوموبيل جات كتكون عندهم في الزاج الشيفور القدام كلهم هذوك قارنهم مزيان قارن الاسم ديالو ما فيهش شي غلط مع الكارت ناسيونال ديالو
كلشي هادو، لان خاص داك تيشي مدينه بعيده وشريت الطوموبيل عمشي ديال تما غتبلع عطيني راجع لديك المدينه اخرى فاش كاين هو باش تدفع الوراق وفيها داكشي اشهر. يعني الطوموبيل تصدق كما قلنا، يعني اذا بغيتي الطوموبيل فرحان بها تتولي هي خلقه لك مشاكل اكثر. اللهم الاحسن انك تدقق في الامور وما تزربش، يعني ما تكونش ديك الفرحه او لا ديك يعني ديك الخلعه ديال الشراء تاثر عليك. الاستاذ ابدل، واش ديك القضيه ديال لو بروغراماسيون موتور واش مزيانه؟ لو بروغ على حسب لو بروغ كاين فيه جوج نواع. هو لو بروغ ما نتعمقوش فيه بزاف، ما كاين جوج نواع. كاين واحد النوع كيهير كيزيد المازوت بزاف في الطوموبيل وكتزاد ديال لا فيتاس ديال اوتوماتيكمون، ولكن كتخرج على الموتور من بعد كتكثر الدخان وشحال من حاجه. وهاد العمليه في الغالب ما اللي كيدير لك هو لو بروغ يعني في الطوموبيل في الكراج ما كيفوتش معاك ربع ساعه حتى 23 دقيقه وكيعطيك الطوموبيل ديالك. بالنسبه للو بروغ الحقيقي يعني اللي كيبدل سميتو اللي يعني كيقاد لو طون ديال التيربو وكيقاد يعني جميع الاشياء كيقادها مزيان، هذيك سميتو كتستغرق اول الوقت بزاف لان البروغرام ديالك كيكون طويل بزاف وغاليه في الثمن والوقت كتاخذ بزاف، يعني مينيموم 40 دقيقه 45 دقيقه بحال هكا مينيموم. يعني واحد خصك تلاحظ خصك تسول على اسماء ديال لي بروغرام لوجيستيك، كلشي كيقلب عليه في جوجل اسماء ديال لوجيستيك. هذا ما عنديش يعني ما السؤال ما عرفتش بالضبط، ما انا جبت لك في جوجل وندير ممكن تطرح السؤال ديالك في المنتدى ديال موتور بايما وغادي نعطيك الاسماء ديال لوجيستيك اللي ضروريين باش تعرف يعني سميتهم باش تسول هذاك من المحل اللي كتستخدم هذوك لوجيستيك، يعني راه عنده حقيقه الا كتستخدم شي لوجيستيك اخر غير هذوك يعني ممكن يكون ممكن يعني ممكن يكون هذاك اللي كيدير زهير في المازوط فقط، هذه كتخرج على الموتور، بالنسبه للاخرى ما كتخرجش على الموتور. استاذ عصام، الفا روميو ميتو واش مزيانه؟ وي الفا روميو ميتو زوينه، هي الفا روميو ميتو راه هي اوتوماتيكمون هي فيات غراند بونتو غير بحال قلتي الفيرسيون سبور ديالها واللي حسن، يعني فيها ماتيريال حسن اكثر، يعني هو داك نفس الموتور نفس الشاسي ولكن الماتيريال ديال الفا روميو حسن اكثر، اكثر كاليتي اكثر لوكس ولي سبونسيون يعني المتسورات سبور، يعني شاده في الارض احسن من بونتو وحتى الكونفور ديال يعني اللي عوازل ديالها وداك الشيء حسن. اما بالنسبه للموتور نفس الموتور. بالنسبه لاش نرجعوا للموضوع طبعا، بعد ملي كندوزو لا فيزيت كنا قلنا وكنراقبوا الاوراق يعني كندقوا فيهم مزيان كنمشي نتكاتبوا مع معمول هذا معمول الطوموبيل. ملي كنتكاتبوا مع الطوموبيل كذلك خصك تعرف ديك المكاتبه فاش كتهز ديك الكارطونه خصك تدقق حتى هي كذلك في المعلومات ديالها مزيان، خصك تدقق في المعلومات ديالها مزيان، وخصوصا الا كان الطوموبيل ديواني يعني خصك تاخذ الحذر ديالك بزاف من هذه القضيه هذه، لانها كما قلنا لو كان خطا راه خصك تمشي الوراق حتى لبرا عاد يرجعوا، يعني تقدر تاخذ الامور شهرين او ثلاث شهور. بالنسبه للطوموبيلات الديوانيه حتى هي كذلك خصك تشوف واش كما مشهوره ياك ما فيها يكون فيها شي مشكل ياك ما ديجا بحال مولاها باعها ودار انها تسرقات، يعني هاد القضيه كاين ممكن طرا وممكن يجي الطوموبيل لا سورانس تدي لك الطوموبيل ديالك من حدا الدار. بالنسبه ثاني كذلك السياره ثاني خصك تاخذ جوج ديال السوار ضروري خصكم تاكد انه كيكون عندي يعطيك مول الطوموبيل جوج السوار ديالها، ومن الافضل يعطيك جوج السوار ومع ديك الورقه اللي كتخرج بها الكود ديال الساروت، يعني كيبين لك بان مول السياره يعني مهلي فيها وخويا عندها السوار. الطوموبيل اللي ما عندهاش السوار في الغالب كتكون يعني تهز بزاف ديال الناس لدرجه انها جرى السوار او لا مولاها فيه يعني الخواطه ولا شي حاجه، يعني ممكن يبيعها لك ومن بعد يمشي ديمار يخليك تسنك واحد الشهر ولا شي حاجه وكيجي من بعد يهزها قدام الدار ويمشي فحالو يبيعها، هادشي كطرا بزاف. اولا يعني هذاك اكبر دليل انه انسان مهمل، يعني السوارت يعني يهملهم، يعني داك الطوموبيل راه يعني حتى هي راه هامله ما مهلش فيها. وبالنسبه للتقلاب كذلك عاوتاني كتشوف حتى لي بنو، يعني كتلقى بحال شي واحد ديال البنو كل بنو ديال الطوموبيل في جي كتلقاه في شكل كتلقاه ماركه وكتلقاه طلع بار ديالو ماشي هو هذاك، خصوصا في الطوموبيلات اللي تيكونوا شويه غاليين في الثمن. يعني كمثال مشيتي تشري اول دي اكات ب 20 مليون ولقيتيه ديال البنو قدامي في يعني ماركه ديال البنوات في شكل والبنو الاخر اللي من جهه اخرى تاو البنو في شكل والاخر في شكل، يعني اكبر دليل ان الطوموبيل هذا يعني مادام مدوز عليه حرب يعني كيدير لها ديباناج وصافي، يعني بحال اي بنو كما كان كيجي كيلصقوا باش هو يتحرك وصافي، يعني ما مهم يعني ما تيخديرش، يعني نورمال بحال هذاك الثمن او الطوموبيل يعني الناس اللي كيكون مهلا تيبدل البنوات باربعه او على الاقل كيبدل القداميين يعني في ضربه واحده مشاركه واحده مزيانه ونفس العبار
وكيبدلوا حتى الوراني كذلك هما يعني مع المده كيبدلوا كذلك هما نفس العبار ونفس المواضيع يعني ونفس في نفس اللحظه ما كيبدلش كل واحد بوحدو لان كيكون ديك الطوموبيل كتولي خطيره على خصوصا البنوات راه شي حاجه خطيره بزاف. حنا المشكله كان المغاربه ما كنديوهاش فيهم كنشريو لوكازيون بنوات اوكازيون بزاف وميتين في التاريخ ديالهم وميتين حتى في الحاله ديالهم غير يعني النقش ديالهم اللي باقي جديد كيبان حنا راه باقي جديد صافي كنقولوا صافي راه يضربوا بينما هما اللي راه ما يضربوش ما يضربوا والو وشحال واحد مات بسبب هاد البنوات فقط. حاجه اخرى عاوتاني هو انا كخص يعني الطوموبيل اللي تشريها من الاحسن انك تمشي بلي ديها وتعاود ليها الكود ديال الساروت يعني واخا عطاك هو جوج سوارت من الاحسن انك ديها دير لها تعاود ليها الكود ديال الساروت تقريبا الاثمنه ديالهم ماشي غاليين بزاف خصوصا في الطوموبيل شويه اللي يعني شويه اللي غاليين شويه من الافضل انك تبدل لان باش تكون مرتاح نفسيا يعني ماشي مشكل ضحيتي ب 1000 درهم باش ترتاح نفسيا ولا تبقى ديما خصوصا الناس اللي ما كيحطوهاش في الكراج يعني اكثر عرضه من الناس اللي كيحطوها في الكراج يعني حتى الناس اللي في الكراج حتى هما عرضه للسرقه. استاذ محمد باغي نشري تيغوان ديوانه كيفاش ندير ليها؟ تيغوان ديواني يعني الا تشري تيغوان ديواني خصك تشريها من برا اولا تشوف شي كراج يدخلها لك من برا حيت انت اصلا ما يمكنش تشريها من برا لان ما يمكنش كيفاش ترجع تخرج الفلوس على برا ديال باش تشري التيغوان. يعني غتوصيها ما كراج يجيب لك شي وحده امبورتي نوف اولا شي وحده ديجا ضاربه تمايا ويجيبها لك اولا لا عندك شي واحد في العائله ولا شي صديق ولا شي حاجه يشريها هو ويدخلها ومن بعد دونها انت هنايا يعني يبيع عليك هو نورمال ودونها. وخص يكون الموديل ما بين 2012 و 2017 دابا حاليا حيت خمس سنين اللي عندك الحق فيها صافي فقط. بالنسبه ل باش نرجع ثاني كذلك للبيع والشراء حتى في البائع اللي بغينا نهضروا عليه يعني حتى هو كذلك كيفاش يبيع طوموبيلته باش تبدل الزربه يحاول اقصى ما يمكن انك تنقي الطوموبيل انك تغسلها وتحيد لنا جميع الشوائب وتحيد لنا جميع الاشياء وتكون اكثر صراحه حيت دابا الناس يعني واخا لو كيبغيو الناس اللي صريحين اكثر ما يبغيو الواحد اللي غيكذب عليهم لان فاش تكون صريح الطوموبيل ديالك غير كتمشي مهما كان فيها شي ديفو ولا شي حاجه ملي كتقولوا الطن غير كتمشي شحال واحد كيعتقد لا راه غنقصوا ليا في الثمن هذاك راه الديفو راه فيها ماشي غادي تنقص لك في الثمن الا كانت فعلا غتنقص الثمن طلب انت الثمن اللي غادي يجي هو هذاك يعني الله فاش غينقصوا غيجي مع الثمن ماشي اللي بغيتي انت بالضبط انما اللي يعني اللي مناسب في السوق وداك الشيء حيت صعيب انك تجيب الثمن اللي بغيتي انت بالضبط. وثانيا هو انك ملي تحط الاعلان ديالك كمثال في لي سيت بحال ديال موتور بايما يعني يكون التصاور واضحين يكون النيميرو يعني باين ويكونوا حتى المعلومات كلهم واضحين باش تسهل المأمور على الناس يختاروا طوموبيلتك نتاع واحد اخر اللي ما حطش داك الاعلان ديالو واضح يعني هذه هي عندها فائده اكثر هي باش تسهل البيع ديالك. وحتى الشاري هما كذلك اللي كيشوفوا يعني بالنسبه للشاري باش كيقلب على طوموبيل كيقلب على طوموبيل اللي فيها اكثر تصاور يعني كيشوفوا التصاور كيشوف المعلومات داكشي بعد كيقرر انه يشري اولا يقرر انه يتصل بك يعني باش يتلاقى معك وهذه خصوصا ملي كتحط تصاور اكثر كيعرف بانك يعني انسان صادق وبغى يبيع عكس انا شفت كيحط تصويره ولا جوج وما واضحينش يعني كيعرفوا داك بلي راه غير تيتفلا ولا شي دري صغير اللي حاط التصاور تما. السي عادل واش الدوبلو زوينه فيها الدوبلو وي فيها الدوبلو زوينه خصوصا الموديل اللي فيها 1.6 105 شوفوا هذاك هو احسن واحد خصوصا الناس اللي غادي يهزوا عليها السلعه او اللي غادي يهزوا عليها الباجاج بزاف هذاك حيت الموتور قوي كاين موتور 1.3 وهذاك الموتور تقريبا يعني ديال العائله يعني عائله صغيره ولكن بحال قلتي كتحتاج غير الكوفر كبير باش تهز فيه يعني اشياء كثيره ولكن ما ثقيلاش هذاك يعني الموتور كاين حتى هو مزيان واقتصادي بزاف وسط المدينه بالنسبه ل 1.6 كذاك حتى هو اقتصادي ولكن اكثر يصلح بزاف للثقل ولا الرحلات الطويله. بالنسبه للبياس ديالها موجود الدوبلو يعني دابا ولات كثيره في السوق بزاف والبياس كذلك ولا كثير يعني في الجديد في لافيراي في لا ميزون موجود وما غاليش بزاف. بالنسبه للموتور ديالها كما قلنا راه صحيح وصبار اون بان ما فيهش خصنا على حساب يعني واش مولاها طلع فيها ولا غتشري دوبل في كذلك الا كان مولاها القديم كما قلنا دابا في الموضوع ديالنا يعني اللي شريتي النقا وقلبتي الموتور مزيان وشتي الصباغه وشتي الشاسي وكلشي هادشي والروايد والفرانات وكلشي مزيان راه غادي تعيش معاك مده طويله. ما قلبتيش مزيان تقدر تطيح في الامبان لان كاين شي وحده ما كيتهلوش واخا تكون طوموبيل في عمرها عام. فؤاد تكفاوي
اسمح لي الا غلطت لك في السميه ديالك. بي ام دبليو 320 دي. بي ام دبليو 320 دي اش من اش من موديل يعني؟ واش اس 40 ولا 90 ولا الاف 30 يعني الاخرانيه؟ اون جينيرال ان جينيرال بي ام 320 دي يعني طوموبيل سبور بويسونس. بالنسبه للاس 40 افضل انك تاخذ الموديل الاول فاز ا هو اللي فيه الموتور فيابل. بالنسبه لفاز 2 زوينه هي في لي زوبسيون ديالها والديزاين ديالها، ولكن الموتور ماشي فيابل بزاف، فيه شي مشاكل خصوصا كياكل الزيت. بالنسبه للاو 90 الموتور مزيان. بالنسبه للموديل 2007 و2006 خصوصا اللي مديوانين من لا فرانس يعني من فرنسا، فيهم مشكل ديال لاشين، يقدر تطيح فيه يعني ماشي 100%، ولكن كاين هذاك الاشكال لاشين كتهرس بوحده. بالنسبه للاف 30 اف 30 هذيك مزيانه يعني الموديل اللي اكثر من 2013 الفوق، من الاحسن انك تاخذها الباك ام يعني يكون الباشوكات ام والجوانت ام، وتكون يعني هي ام دوريجين ماشي شي واحد اللي مركب لها، حيت الام دوريجين فيها تاع المكسرات ام ماشي بحال المكسرات العاديين ديال الفيرسيون كونفور يعني عاديه. هذيك تيكون الاغلبيه كيشدوا ديك الكونفور العاديه وكيلصقوا لها الباشوكات ديال الام، وداكشي كتفهم حتى واش ام عادي وهي راه ماشي ام، حيت الام ضروري المكسرات ديالها، حيت الام بلس سبور يعني اكثر رياضيه واكثر في الارض اكثر، والاخرى الام التري العاديه 320 ديال العاديه كونفور اتان. بالنسبه للبياس ديال بي ام دبليو في المودول كوبرا تقريبا فاش كاين غالي شويه في الثمن، ولكن ماشي مرتفع لديك الدرجه اللي الكبيره بزاف. بالنسبه للاف 30 شويه باقي غالي بزاف لان باقي جديده في السوق، وكاين في لا ميزون بزاف اكثر ما كاين يعني عند صحاب البياس العاديين وفي لا فيراي. بالنسبه للبي ام دبليو قدام يعني 2006 البياس ديالهم تقريبا موجود يعني في المدن الكبرى، ماشي المدن الصغيره قليله بزاف. استاذ سيراج سورينتو 2016 كيا سورينتو. كيا سورينتو 2016 زوينه يعني طوموبيل كبيره سبعه البلايص وواسعه بزاف كونفور. بالنسبه للموتور ديالها راه تقريبا بحال الموتور ديال هيونداي سونتاف يعني ما كاينش فرق بيناتهم، حتى الطوموبيل كامله ما كاينش فرق بينها وبين هيونداي سونتاف، نفس الشاسي نفس البياس نفس الماتيريال نفس النوع الجلد والبلاستيك وكل شيء بحال بحال يعني نفس الماتيريال، كتخرج منه زين واحد هي كتخرج لانها طوموبيل وحده غير في الاخر، وحده كتولي كيا وحده كتولي هيونداي ما كاينش فرق. وبالنسبه للفيابيليتي راه الموتور يعني ديال هيونداي راه معروف انه فيابل ما فيش مشاكل بزاف ما فيه حتى شي حاجه، غير الكونسوماسيون شويه زايده خصوصا في سورينتو لانها شويه الوزن ديالها زايد والايروديناميك ديالها يعني ماشي مزيانه اللي كتجعل انها يعني تكونسومي اكثر. تقريبا الكونسوماسيون ديالها توصل حتى 8 ونص في المدينه يعني في الزحام وبالنسبه للطريق العاديه 6 ونص 5 ونص على حساب واش اوطوروت ولا طريق عادي يعني، وعلى حساب تنشوف هاد الدورات ولا فيها الجبال. بالنسبه للبياس طبعا بياس كيا شويه غالي على ديال هيونداي ما كيديروا داك الفرق حيت باش تحاول توجه الشركات مختلفين، ولكن هو ما غاليش حتى لديك الدرجه اللي بزاف خصوصا بحال 2016 يعني من الافضل انك تمشي ديما لا ميزون او لازم تصحاب البياس يعني اللي مختصين في يعني بياس اوريجينال، وما كنظنش انك تحتاج البياس يعني دابا ما عدا من هنا واحد عامين ولا 3 سنين على حساب واش كتهلا فيها طبعا ولا لا. فرح بيكانتو او اي 10 كذلك نفس التيكور بيكانتو اي 10 تقريبا ما كاينش فرق بيناتهم، فرق بسيط غير اي 10 هي شويه زيده في الكونفور، بيكانتو شويه ناقصه عليه في الكونفور، ولكن و اي 10 عاوتاني يعني اكثر مطلوبه في السوق بزاف عكس بيكانتو. بيكانتو ما مطلوباش بزاف في السوق كيطيح الثمن ديالها بزاف، اي 10 كتبقى ديما شاده الثمن خصوصا الموديلات الجداد اللي فوق 2012. البياس ديالهم جوج موجود وما غاليش بزاف، الكونسوماسيون ديال اي 10 يعني في الماكسيموم ديالها كتوصل حتى 7 ونص، في المينيموم كتاكل 5 ونص. بيكانتو تقريبا نفس الديكور هي كتوصل ديك 7.8 حتى 8 شي مرات كاع على حسب السياقه ديالك والزحام والمدينه فين كاين، وملي كتهبط كتهبط حتى 5 حاف الطريق الطويله داكشي، ولكن الطوموبيلات ماشي ديال السفر يعني هما ديال السفر قصير، كاين ناس خاص كيسافروا بهم كيضربوا بهم مئات الكيلومترات، ولكن ماشي ما نصحوش بهم لانهم شويه هما متخصصين في المدينه يعني الشركه واش خرجت على قبل المدينه ما خرجتش على قبل السفر. ابراهيم توارغ ار 5 من 2006 حتى 2010. بالنسبه للتوارغ ار 5 عندها سمعه سيئه بزاف في السوق
واخا الوراق ديال الرخاص يعني 10 يعني الناس اللي بغاو يركبوا في التوارق ولكن ما قدش على الوراق ديال 12 كيمشيو للتوارق ار 5 ولكن ار 5 عندها الموتور ديال عيان لانه فيه 270 شوفوا بالنسبه للطوموبيل فيها 2 طون يعني ما خدامه ما خدامش ليها نهائيا وهذا كيعطيها عاوتاني اصلا داك الموتور فيه 5 سيلندر 5 سيلندرات فولكس فاغن اصلا ما يعني ما كانش تقنى الصنع ديالو اللي كاش لغاتو اصلا يعني ما بقاش كيتباع عند حبساتو يعني من الافضل انك او ما تمشي يعني 3.0 تدي وتصبر 12 شوفو او لا انك تاخذ التيغوان او لا تمشي الاودي اودي كيو 5 ولكن اودي كيو 5 عاوتاني ما صافي في الثمن ديالها بزاف بالنسبه بالنسبه للتوارغ ار 5 اللي ممكن تجيبها غير 15 14 المليون حتى 18 مليون شي حاجه يعني نقيه بزاف و 2010 يعني من الافضل كنصحك انا من الافضل انك تتفادى التوارغ ار 5 النصيحه ديالي بالنسبه للكادي الكادي يعني حتى هي مزيانه وكتصلح انها تهز السلعه بها ولكن الفيرسون الكبيره ماشي فيرسون صغيره الكادي الصغيره راه ما غاديش تهز لك بزاف السلعه خصك تمشي للماكسي الماكسي هي الكبيره اللي غادي تهز السلعه ليلى كليوكات او لا فيستا فورد فيستا بالنسبه للفرق ما بين كليوكات وفورد فيستا ما كاينش فرق كبير بزاف السيارات تقريبا مقاربين بزاف هما متنافسين ومقاربين بزاف لي زوبسيون مقاربين حتى في الحجم وداكشي هي كليو شويه واسعه والموتور ديالها شويه بويسونس فيستا هي شويه سبور ومجموعه يعني بحال سهله هي في السياقه ديالها مقارنه بالكليو هما بجوجهم ساهلين انما بحال قلت غير اللي ساهل شويه على الاخر اكثر ولكن عطيني فورد فيستا عطيني بياس ديالها شويه زايد في الثمن مقارنه بالكليو وفيستا كتشد عاوتاني الثمن شويه على كليو خصوصا فيستا اللي عامره فيستا تيتانيوم كتبقى شاده شويه الثمن مقارنه بكليو جي تي او لا كليو اي تانس بالنسبه باش نرجع للموضوع ديالنا هو يعني لا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه يعني طرحوه في نفس الموضوع ديال كيفاش تقلب الطوموبيل علاش بيتقلب فيها واهم حاجه عاوتاني باش ما ننساش هو تقلب التيربو التيربو ضروري خصك تقلبو خصوصا في الطوموبيل ديزل اللي فيهم التيربو ولا حتى الطوموبيل ليسانس اللي فيهم التيربو حيت كاينين بالنسبه للتيربو خصك تحليه ديك البلاصه كاين البواطا ار وكيخرج واحد التيو كيلصقوا ديريكت في التيربو هذاك التيو كتحلو تما باقي الطوموبيل كتحب لا ميكانيك لا تقدر تحلو على راسك حيت فيه واحد الفيس ساهل تحلو الطا غتشوفو غيبان لك فيه في ديك غيبان لك ديك الفرفاره ديال التيربو تمايا كيبان لك انه الا كان فيك القطرات ديال الزيت او لا اطار ديال الزيت يعني داك التيربو راه صافي راه ما بدا تيموت اولا ميت ولكن الا كان ميت غيكون الزيت كثير ولكن هي الا بالك قطره ديال الزيت يعني عارف انا عول انك الا شريت ديك الطوموبيل يعني واحد المده راه غيموت لك داك التيربو وخصك تبدلو ما عندك ديك البلاصه نقيه يعني فيها بحال شي شد دخان بسيط اولا شي حاجه هكا يعني راه التيربو مزيان وقلب عاوتاني حتى الانتركولر يعني داك الا كانت الطوموبيل فيها انتركولر حيت كاين فيها طوموبيلات في التيربو وما فيهمش انتركولر وكاين طوموبيلات فيهم تيربو فيهم انتركولر انتركولر هو داك المبرد ديال التيربو الرادياتور ديال التيربو حتى هو خصك تشوفو بلي الا قلبتيه وبان لك فيه يعني حتى هو اثر ديال الزيت اولا شي حاجه عارف ان التيربو كذلك راه قرب يموت اولا ديجا ميت يعني ماشي ديجا ميت يعني ميت 100% حيت واخا كيموت وكيبقى يعطي شويه ولكن يعني عول يعني كتبدلو 100% واشياء اخرى عاوتاني كذلك خصك تشوف عاوتاني الدفتر ديالو ديال فاش كيعمر وخصوصا كان الطوموبيل باقا جاي بحال عمرها 5 سنين او حتى 6 سنين كاع نورمالمون خصو يكون عنده باقي داك كاي دونترونتيا خصو يكون باقي عنده خصك تشوف فين تيعمر فين كاين فيه كيدير واش كيعمر يعني ديما دوك لي دوني ديالو ديال تما اللي بدل شي حاجه كيكتبها تما ولا الفيدونج في لا ميزون ولا شي حاجه كيديرها تما كيكتبها كيكتب الكيلومتراج فاش دار كل فيدونج والكاش يعني واش كاين الكاش ديال نورمال كاش واش ديال لا ميزون ديال شي كراج ضروري خصو يكون بحال داك الشيء خصوصا الطوموبيل بعدا كتزيد في الثمن ما عندك تقلب ضروري حتى الرخص طبعا ضروري فيهم داك الشيء ماشي غير حيت غاليه فقط انها تكون ولكن يعني في الغالب دوك الطوموبيلات الغاليين ضروري خصك تاكد هادشي لانه لو طحتي في اون بان تيكون البياس ديالهم غالي بالدوبل فقط يعني ضروري تراقب هادوك الشيء يعني وحتى الناس اللي عندهم طوموبيل وبغى باش يبيعها بثمن حتى هو خصو ضروري يبقى يعمر داك الشيء يكتب الا بدلتي غير كرو واحد خصك تكتبو بدلتي بلاكيت فران خصك تكتبها في داك الدفتر وتكاشي عند داك اللي مشيت اي ميكانيك تيتيها عنده سواء ميكانيك عادي سواء ميكانيك يعني كراج مختص اولا لا ميزون يعني يطبع لك ومن الافضل انك تمشي لكراج كبير اولا لا ميزون
خصوصا وقت ما الطوموبيل كانت الكترونيك وكانت يعني معقده اكثر. استاذ عبد الله فورد كوغا او نيسان قشقاي، بالنسبه فورد كوغا ونيسان قشقاي كاين فرق كبير بين الطوموبيلات لانهم ماشي نفس الطونو، يعني ماشي نفس الكاتيجوري، ماشي نفس المجال ديال الطوموبيل بحال فورد كوغا غاليه بزاف اولا على نيسان قشقاي، وكوغا كتنافس سونطا هيونداي سونطا في طرف كات، وبالنسبه لقشقاي كتنافس دوستار رونو كاتجار نيسان جوك هادو بيناتهم وبوجو 2008. يعني اولا كوغا كبيره بزاف، عندها 8 لي شوفو ما فيهاش غير 6 لي شوفو، الموتور عندها الكبير 150 شوفو، واسعه بزاف، الكونفور زايد، لي زوبسيون زايدين بزاف، هذه مقارنه. ولكن البياس ديالها عاوتاني غالي والكونسوماسيون طالعه. بالنسبه لنيسان قشقاي، نيسان قشقاي فيها موتور دي اس اي 1.5 او 1.6 على حساب اش فيرسيون اش من ماشي جاني اوتوبسيون او لا ديالها. بالنسبه للبياس ديالها يعني في المتناول ما غاليش بزاف وموجود فين مشيتي، حتى بالنسبه لكوكا البياس ديالها موجود فين ما مشيتي، غير بعض المدن الصغيره اللي ممكن ما تلقاش البياس ديالها. بالنسبه للمدن الكبرى او المدن المتوسطه راه موجود البياس ديالها، غير هو ديال شويه الثمن. بالنسبه نرجعوا نزعوا القشقاي، قشقاي ايكونوميكيه اقتصاديه بزاف بالنسبه مقارنه بكوكا، خصوصا وسط المدينه، يعني كتكثر الضو وسط المدينه قشقاي احسن، وحتى قشقاي عندها صغيره يعني ساهله باش تبلاصيها وداك الشيء، ولكن الا كنتي محتاج المساحه طبعا كوكا احسن. بالنسبه للمشاكل ما فيهمش مشاكل، هما يعني غير كوكا يعني حضير مع الفولو موتور، حيت واحد الموديل يعني ديال ما بين 2000 و2011 تقريبا حتى 2013 كان فيهم واحد المشكل ديال الفولو موتور غير كيخسر من طريقه الاستعمال طبعا ديال الانسان، يعني الناس اللي كيستعملوا كيفاش كتستعمل ديك لومبرياج تما كتخرج على الكيت كامل. سارة فوكس او استرا، لا تتكلم على فوكس 3 3، يعني الفوكس هذه الاخرانيه هذه اللي من 2011 ل 2016 2017، واسترا كذلك نفس المده الزمنيه. هما تقريبا طوموبيلات بجوج مقاربين، هي استرا شويه كونفور وفوكس سبور. بالنسبه للاسترا هي زايده في البويسونس، ولكن الوزن ديالها اللي كبير كيجعل لنا في البيرفورمانس يعني في الاداء ديالها يلاه اقل من تقريبا فوكس شويه بالنسبه للاداء. بالنسبه للكونسوماسيون فوكس طالعه شويه في الطريق العاديه، ولكن في المدينه ناقصه. اوبيل استرا تقريبا يعني في الطريق العادية تقريبا 5.2 أو 5 لتر في 100 كيلومتر، وبالنسبة في الطريق في المدينة كتوصل إلى 6.5 تقريبا. بالنسبة للبياس تقريبا مشابهين في الثمن، يعني ما كاينش فرق، وبجوجهم موجود البياس ديالهم، هي في الجديد هي في لوكازيون ولا موجود، خصوصا بياس ديال كاروسري موجود بزاف. ننصحك فوكيس حيت تشد الثمن فقط، يعني الفرق بيناتهم تقريبا هو أن فوكيس كتبقى شادة الثمن أكثر. بالنسبة لأسترا غادي كتهبط في الثمن خصوصا دابا في السوق، خصوصا بلي بان بنت أسترا يعني الجديدة جعلت أن الأخرى غادي تهبط في السوق، غادي تهبط في الثمن ديالها. وفوكس إلا بغي تشري فوكس أحسن فوكس تشري فوكس هو فيرسيون سبور أو لا فيرسيون تيتانيوم، حيت هما اللي فيهم الموتور قوي. بالنسبة للتراند فيهم غير الموتور صغير، ولكن تا هو مزيان ماشي يعني قاضي غرض ومزيان، خصوصا اللي الناس كيدورو في المدينة بزاف يعني قليل فين كيسافرو، يعني الا شراو الموتور ديال التراند يعني فيه 90 شوفو راه قاضي الغرض في المدينه، يعني ما محتاجش اكثر. بالنسبه للناس اللي كيسافروا شويه اولا يعني كيهزوا الثقل ومحتاجين داك الموتور القوي 115، يعني حسن ياخذوا فيرسيون سبور اولا تيتانيوم. بالنسبه لاسترا راه فيها نفس الموتور في جميع لي فيرسيون ديالها، احسن فيرسيون هي كوزمو هي اللي عامره بلي زوبسيون. بالنسبه للكيلومتراج، بالنسبه للكيلومتراج بالنسبه لي بشري طوموبيل هو الكيلومتراج مهم جدا، ولكن دابا بالترافيك ديالو اللي بان لي ولا يعني يجعل ان هذا الكيلومتراج صعيب انك تثيق فيه. يعني واحد الوقيته كنا يعني الا ما كانش الكيلومتراج بحال الطوموبيل كتقول 200 ضربه 200000 كيلومتر صافي لا ما شريهاش ولا هادي، ولكن دابا لا، دابا كتلقاها ضربه 300000 كيلومتر وكيردوا الكونتور كيردوا 110 ولا 120 وكيبيعها لك، وكتزيد تضرب بها عاوتاني وكتعاود ترد عاوتاني تاع الكونترول ونفس القضيه كتمرر. اذا المراقبه بالعين هي اهم حاجه، يعني والتجربه ديال المحرك كما قلنا وكل شيء، والميكانيك يعني يعطيك الاوكي ديال الطلور يعطيك الاوكي ديال كل شيء، حيت خصوصا دابا المحركات دابا اللي دابا كاينين دابا ما بقوش يعني دغيا كيخسروا بحال المحركات القدام، يعني كانت تضرب واحد المده 250000 ولا 220000 كتلقى الموتور مات. دابا لا، كاين الموتورات اللي كيوصلوا دابا 350000 400000 خصوصا في ليسانس كيصبر اكثر.
المازوت دابا كيصبر بزاف الا كتهلا فيه او الناس كاع اللي داز عندهم كيطلاو فيه، الا ما كيطلاوش فيه راه متاقبل. بالنسبه للكيلومتراج باش ما تخسرش في البيع، حيت الكيلومتراج كيأثر دابا في البيع اكثر ما هو اللي كيأثر في الطوموبيل، يعني في الحاله الميكانيكيه ديالها. بالنسبه للبيع الافضل انك ما تفوتش 200 الف كيلومتر في اي طوموبيل كما كانت بتشريها، وطبعا ما تستناش من طوموبيل ضربه 20 عام انها تلقى فيها 200 الف كيلومتر، لانها ولا اقل من 200 الف كيلومتر يعني نورمالمون راه باين انه مزور الكيلومتراج. والكيلومتراج عاوتاني باش تعرف انه مزور، شوف الحاله ديال الفولون كي داير، واش موكول دوك من غير الفولون البيدالات ديال هادوك واش ما مبدلين، حيت كاين اللي كيبدلهم بجداد. الفيتاس هو كذلك كي داير الشده ديالو، نورمالمون طوموبيل في عمرها الحركه ميتها 3 سنين وكتلقى ضرب في الكونت ضرب 100000 كيلومتر، ولكن الحاله ديال الفولون والحاله ديال الطابلو طبور وكلشي داكشي يعني حاله يرثى لها. واش هذه زعما نورمالمون ماشي ضربه 100000 كيلومتر، هذيك غادي تكون ضربه اكثر، يرد لها هو رد الكونتور. سي حمزه ليون او لا جولف سات تي دي، بالنسبه لسياره ليون جولف سات يعني نفس الـ نفس الـ يعني الـ العام راه تقريبا بحال بحال، يعني راه هو جولف سات كونفور اكثر، النوع ديال الماتيريال شويه احسن. بالنسبه لسياره ليون هي سبور، يعني الناس اللي كيبغاو يعني السياقه سبور، ولكن عطيني سياره ليون المود تطيح في الثمن، وحتى بالنسبه للديزاين ديالها ديال الداخل يعني اذواق فقط، يعني بالنسبه للذوق ديالي انا كتجيني ناقصه شويه مقارنه بجولف سات الداخل، وكعطيني الشكل الخارجي ديال سيات ليون عاوتاني كذلك في الراي ديالي انا كيجيني عاوتاني احسن من ديال جولف سات، خصوصا جولف سات اللي خاويه كاع يعني ديال 28 مليون او 30 مليون ما فيهاش البولات ال اي دي في القدام واللور. اشنو تختار يعني بيناتهم؟ على حساب يعني شوف انت خصك تسوقهم بجوج باش تعرف تسوق وشوفهم يعني بجوج، وجوج كما قلنا بحال حيت عندهم نفس الموتور يعني 1.6 او 2.0 تقريبا نفس الموتور نفس القوه نفس التسارع نفس كل شيء، حتى الكونسوماسيون راه يعني تقريبا بحال بحال ما كاينش فرق، فرق بسيط في اجزاء يعني في الفاصله فقط فاش كاين داك الفرق. ارخص سياره في العالم واش كتباع في المغرب؟ ارخص سياره في العالم، ارخص سياره في العالم اللي تقدر على داسيا كيويد او رونو كيويد كما كتباع، يعني هذيك تقريبا ما عرفتش واش ارخص سياره ولا ماشي ارخص سياره، حيت هذيك الاثمنه كيقولوا ماشي حقيقي، ملي كتدخل لي سيت بحال في الهند اولا داكشي كتلقى الثمن غادي تيطلع، يعني كتلقى ما تبداش ب 3 ولا 4 المليون كتوصل 5 6. ارخص سياره حنا في المغرب هي داسيا سانديرو كنظن، اولا كسوزوكي سوزوكي التو اولا سوزوكي سبلاش، هادو ارخص طوموبيلات بالنسبه للديزل. تقريبا ارخص طوموبيل هي داسيا، داسيا لوغان يعني 10 المليون تقريبا باش كتبدا، تندوي طبعا على جي دبليو. عبد الله سي 220 اسانس اسم نعم، و سي 220 ما كاينش اصلا سي 220 في ليسانس، كاين سي 230 اولا سي 200 اولا سي 180، يعني عرفت واش قصدي سي 220 هي ماشي سي كلاس، ما كاينش سي 220 اكزاكت هكا يا اسانس، مع ذلك كانت في الموديلات القدام كاع يعني ما عرفتش انا، يعني ممكن تقول لي من اش من عام بالضبط باش نعرف. سي 220 ايسانس. باش نرجع للكيلومتراج كذلك، بالنسبه للكيلومتراج يعني ما مديش عليه 100%، يعني مشيت شفت طوموبيل ضربه 150 الف كيلومتر تقول صافي هذه لا ضربات راه صافي مات، لا راه باقي كما قلت لك، شوف ديما الحاله ديال المحرك هي اللي تحكم عليها والهيكل السياره راه ما اهم حاجه، او ما اهم حاجه. لان كما قلنا الكيلومتراج ما بقاش كتثق فيه خصوصا في السيارات اللي ديواني، يعني ما كاينش فيهم كاينش فيهم الثقه خصوصا في الكيلومتراج، كيكون مزور ديجا برا وكيتزور هنا ديجا في المغرب، والتزوير ما يعني ماشي صعيب، يعني تقريبا على 5000 درهم اولا شي حاجه كترجع الطوموبيل كترجع لها الكيلومتراج ديالها او الاقل. مومو
1.9 ولا 2.0 في الجولف، شكون حسن؟ اش من الجولف الا كان نهضر على جولف 5؟ بالنسبه لجولف 5 1.9 هو اللي حسن من الموديل 2004 حتى الموديل 2007، و 2.0 هو اللي مزيان فيها هي من 2007 ل 2009، يعني الاول ديال 2009 هي في 2009 سالات ما بقاش، يعني خرجت جولف 6. بالنسبه ل 2.0 تي دي اي ديال الجولف 5 اللي كان في 2004 حتى 2007 كان عيان، كان فيه مشاكل بزاف في الفولا موتور، كان فيه مشاكل في الكيلاس، كان فيه عده مشاكل اخرى، يعني اولا انجكتور طبعا كانوا دغيا كيموتوا، يعني ما كيستحملوش داكشي اللي كيستحملوا الانجكتور ديال 1.9. بالنسبه ل 1.9 هو فري مزيان هو فيها بروا، كانت في البويسونس يعني 105 شوف اولا 100 سمتو راه مزيانه ماشي ما مزياناش، انما كاين اللي كيبغي اكثر، كاين اللي كيهز ديما 5 بلاص وتيمشي يطلع الجبل وداكشي كيتجي في الدوبلاج وداكشي ناقصه، من الافضل كيفضل 2.0 ديك الساعات ياخذ 2007 يعني اكثر من 2007. بالنسبه للجولف 6 حيت فيها موتور اخر، يعني واخا سميتو واخا تدي انيس ولكن بحال قلت تقنيه جديده اللي هي التقنيه ديال انجكتور كومون ريال، يعني اللي كانت في الشركات اخرين وهي فولكس باك تعطلات فيها هي ما داتش يعني حتى 2010. هذاك الموتور فيابل ما فيهش مشاكل، يعني سواء 1.6 سواء 2.0 كلهم مزيانين واقتصاديين، عكس يعني 2.0 تي دي اي ديال الجولف 5 اللي كان شويه طرف الكونسوماسيون في المدينه. فدوا دوستر 4 فودو يعني ماشي 4 ها هو مزيانه دوستر مزيان، الطوموبيل مزيانه اقتصاديه 4 عاليه بزاف، هي صباره يعني رغم الناس كيقول لها ما صبارهش، يعني الناس اللي جربوها و يعني احنا في موتور باما كيوصلنا بزاف ديال الناس يعني كيشكروها. يعني و يعني عاليه بياس رخيص اقتصاديه، يعني الكونسوماسيون ديالها ما كتوصلش 6 نهائيا، يعني عكس لي 4 الاخرين اللي كيوصلوا 7 خصوصا في المدينه، يعني كنهضر 6 في المدينه، اما في خارج المدينه كتاكل 4.8 حتى 5 على حسب القياده ديالك كي دايره، عاوتاني هاد القياده راه كتلعب دور كبير في الكونسوماسيون. بياس موجود ورخيص بزاف وموجود فين ما مشيتي. بالنسبه للثمن كتشد هي الثمن شويه دوستر، هي تقريبا الداسيا هي وستيبوي اللي كيشدوا الثمن في السوق عكس الداسيا الاخرين دغيا كيهبطوا في الثمن. سينيك او داسيا اش من عام هاد رونو سينيك هادي؟ الا كانت تهضر على رونو سينيك ديال 2002 لتحت كان احسن تكون داسيا، لان الموتور ديال داسيا احسن من رونو سينيك الاخر 1.9. جي تي اي فري هو موتور زوين والبياس ديالو موجود ورخيص، ولكن الكونسوماسيون ديالو زايده، لومبان ديالو شويه كيطيح لومبان قبل يعني ديال الدي سي اي اللي هو احسن، والدي سي اي ايكونوميك يعني داكشي اللي غادي تخسر في يعني داكشي اللي غادي تخسر في الدي سي اي جديد غتخسر الاخر فيه اونبان وكونسوماسيون، يعني غيطلع لك الدي سي اي احسن. داسيا يعني كان داسيا احسن من غير سينيك، عاد واحد لافونتاج اللي كاين في سينيك هو هذيك القديمه هو انه ليسباس، ليسباس فيها كبير، يعني طبعا الا كنتي محتاج ليسباس راه سينيك افضل، يعني هو بيس ديالها موجود، يعني الموتور كما قلنا رخيص بزاف ممكن تدبر على موتور كامل بثمن قل يعني من الموتور ديال داسيا. سوفيان ودي ا 3 ايسانس كونسوماسيون 2011. بالنسبه لاودي ا 3 اش الموتور فيها؟ واش 1.6 1.4 تيربو ولا اشنو فيها؟ حيت كاين فيها بزاف ديال النوع ديال الماطر، يعني الا قلتي بدلت الموتور نقول بالنسبه للموتور اللي ماشي ما فيهش تيربو هذوك طالعين في الكونسوماسيون 1.6، يعني كيوصل تقريبا حتى ل توصل تقريبا حتى ل 11 10 في المدينه، في الطريق العاديه كيكون ناقص، يكون 6.5 على حسب كما قلنا السياقه ديالك. وبالنسبه لهذا 1.6 اللي ما فيهش تيربو، يعني موتور اون جينيرال ما فيهش تيربو ديال اودي اولا تيكون ناقص البويسونس ديالو، خصوصا الا ثقلتي عليه، الا كان تيخاوي يعني راه كبير بوحدك كتحس به مزيان، ولكن الا ثقلتي عليه ولا شي حاجه كتحس به ثقيل بزاف، كتحس بان البويسونس تمشي منه، يعني من الافضل انك تقلب على موتور تيربو خصوصا 1.8 تي اف اس اي ولا تي اس اي، هذا موتور زوين 1.8 فيه 160 شوفو وتيربو زوين، وحتى ساهل فدير ليه الغوبرو كما هضر على الغوبرو وانك تقدر تزيد ليه في البويسونس ديالو حتى 180 او 190 شوفو. امين فيات 500 اكس، فيات 500 اكس هي فيات 500 اكس هي الطوموبيل مبنيه على فيات 500 يعني العاديه الصغيره، يعني نفس البلاتفورم، بياس ديالها موجود، الموتور ديالها مزيان ماشي بويسونس بزاف، ولكن المهم يعني بحال قلتي مزيان وسط المدينه،
ولكن فيها مشاكل الكترونيك، يعني بالنسبه للطوموبيل يعني فيها 500 فيها مشاكل الكترونيك كتشكاو منها بعض الناس، ولكن ماشي بزاف. يعني كاين بعض المشاكل اللي ممكن تطيح بحال البولات تيبقى يتحرقوا شي مرات راسهم، الكونتور شي مرات كيبقى يمشي ليه الضو يجي، الراديو شي مرات كيتبلونطا، بحال هاد المشاكل هادو يعني. ولكن ما كيطرش كما قلنا في جميع السيارات، يعني قليل ولكن ممكن يعني يطيح في هاد المشكله ديالهم. بالنسبه لفيات 500 ثقيله في البيع بزاف بالنسبه للبيع، لانها اولا ما معروفاش بزاف، وحتى الديزاين ديالها يعني ماشي داك الديزاين اللي مرغوب فيه، وماشي داك اللي مكروه، يعني ماشي داك اللي خايب، يعني هو مزيان نوعا ما، انما ماشي داك الطوموبيل اللي خفاف في البيع. غولف كات كاتر موشن، نسول غولف كات كاتر موشن، يعني انا يعني كتعب ربعه الرويض كاتر موشن، كتعني انه سيستم ديال فولكس فاجن هو اللي كتعب ربعه الرويض، يعني ديما بحال كارت كاطيه هي خاص يعني غولف عاديه. الفونتاج ديالها هو انها كما قلنا كتدفع بروات الرواد ديال بويسونس، يعني في الغالب كاتر موسيون كتكون ديك اللي فيها 150 شوفو، ولكن الديفو ديالها هو انها هاد الكاتر موسيون هادي ثقيله في البيع، والكونسوماسيون ديالها زايده خصوصا في المدينه، شي مرات كتوصل حتى 8 لتر 100 كيلومتر، ولا خسر لك السيستم ديال الكاتر موسيون خصك غالي شي في الثمن ديالو باش تقادو. ستة المليون وسام، ستة المليون شنو تجيب ليا؟ ستة المليون تجيب لك دوزيام طوموبيل سواء إيسانس سواء ديزل، يعني بالنسبة للديزل أنا نفضل يعني كتشوف بحال داسيا لوغان أو لا رونو ميغان واحد ميغان كلاسيك أو لا كوبي ولا جيجا كما كيقولوا في يعني في عالم السيارات المغربي. بالنسبة عاوتاني تجيب لك بوجو 306، ولكن تجيبها بقل من ستة المليون، تجيبها بخمسة المليون تقريبا. بول 306 احسن يكون موتور تيربو. عاوتاني كذلك تجيب لك رونو اير 19، ولكن عاوتاني يكون تاي موتور تيربو بقيت هي اقل من 6 المليون. ستة المليون الا قلبتي مزيان ممكن تجيب لك هيونداي اكسنت، ولكن هي تكون متاكد انها ما ماركات في اللوكاسيون، ان في اللوكاسيون تيكونوا شويه بكري العصا مع كثرت يعني الناس اللي كيكونوا فيهم، اغلبيه الناس كيكونوا تما كيكريو الطوموبيل باش يتعلموا يسوقوا. اشنو اخر عاوتاني بالنسبه للليسانس؟ بالنسبه للليسانس غتجيب لك بزاف ديال الطوموبيلات، كاين هيونداي 10، كاين سوزوكي سيليريو، سوزوكي سويفت، هادو كلهم مزيانين ديال المدينه. ممكن تجيب لك هوندا جاز كونفور واسعه وحتى هي صالحه في المدينه والكونسوماسيون ديالها ناقصه بوسونس زايده. الا بغيتي كوفر كبير ويعني الكونسوماسيون ناقصه ممكن تاخذ هوندا سيتي، غير هو ديال هوندا شويه بياس ديالهم شويه زايد مقارنه بالثمن ديال الاخرين، ولكن ماشي زايد كيخلع، يعني ماشي من كثر من المستوى يعني كنظن يعني العالي ديال الناس. كاين عاوتاني كذلك رونو كليو كومبيس، كاين رونو كليو 3، يعني الا ما عجبكش كومبيس كليو عادي يعني رونو كليو 3. هادوك الطوموبيلات كلهم مزيانين في ليسانس بهذاك الثمن هذا. عبد الله شحال من نوع كاين في الدوستر؟ الدوستر كاين فيها تقريبا 3 فيرسيون، كاين يعني الخاويه وكاين العامره وكاين توتوبسيون لوغيات هي توتوبسيون، وكاين كات كات اللي فيها دفع رباعي وكاين اللي فيها يعني عاديه كتدفع بالرويد القداميين ما كتدفعش. بالنسبه للكات كات طبعا فيها راه هي فيها لي مود، يعني كاين كتكون ديما عاديه انت اللي كتغيرها باش تولي اما اوتو، يعني كتولي كتدفع بالقدام ديما، ولكن الا احتجت كتدفع باللور، وعاد كاين فيها سيستم يعني لوك، ولكن كات كات يعني كتدفع ديما بربعه الرويد توجو. هذاك طبعا كتستعملو الا في الحالات اللي محتاج يعني انت انا كدير لك يعني ما مزيانش هو ديرو تبقى تسوقو في مده طويله. بالنسبه للاوتو هو يقدر دير اوتو يعني تدفع ديما بالقدام، وممكن يعني تدفع باللور ولا يعني تعاون يعني بالرويد الاخرين الا احتاجت، ممكن تسافر بها ولا ممكن دير بها حاجه. تقريبا الفيرسون عادي سانس، يعني كاين نفس تقريبا كاين سانس هنا فيها نفس الحاله. فورد سي ماكس، خالد فورد سي ماكس اللي فيها 7 البلايص، فورد سي ماكس 7 البلايص، فورد سي ماكس راه هي فورد فوكس غير شدوها يعني كبروها وداروا لها باش 7 البلايص، يعني تقريبا هي عندها نفس البياس ديال فورد فوكس، حتى في الماتيريال ديال الداخل نفس يعني نفس كلشي فورد فوكس، فقط قلتي 7 البلايص يعني نفس البياس، يعني نفس الفيابيليتي ديالها تقريبا نفس الكونسوماسيون، مع ذلك تنتهز طبعا 7 البياس وشات الباكاج، يعني غتقع الطوموبيل طبعا الكونسوماسيون غتزاد شويه.
بالنسبه للتايف في الثمن ما كتشدش على الثمن بحال فورد فوكس، هي دغيا كتهبط في الثمن وما مطلوباش بزاف في السوق وما كثيراش اصلا في المغرب، كاينه ماشي ما كايناش ولكن ما كثيراش لديك الدرجه بزاف. دايهاتسو سيريون، دايهاتسو سيريون هي دايهاتسو اصلا شركه تابعه لتويوتا وفيها اغلبيه البياس ديالها ديال تويوتا، وهذا السيريون هذه براسها فيها الموتور ديال تويوتا ياريس، طوموبيل ايكونوميك صحيحه، الموتور ديالها يعني صبار بزاف وكيصبر يعني التماره وكيصبر شحال من حاجه، ولومبان فيه قليل بزاف بزاف بزاف. بالنسبه للكونسوماسيون ديالها في المدينه كتوصل تقريبا حتى 7 لتر 7 ونص في الحالات اللي دايره، وبالنسبه في الطريق كتوصل 4.8 5.2 تقريبا. بالنسبه للبياس ديالها هو موجود في الموديل الكبيره، وبالنسبه للموديل الصغيره ممكن يعني بحال بالنسبه للبياس ديال الموتور ما تلقاش مشكل، لان البياس ديال تويوتا راه موجود غير هو ديال شويه الثمن. استاذ جلال واش غولف 5 واش كتاكل الزيت؟ على حسب، على حسب يعني مولا كاين فري كاين غولف 5 كتاكل الزيت، يعني خصك بحال تقريبا كل 5000 كيلومتر بحال تزيد ربع لتر او نص لتر على حساب، يعني كاين واحد النوع هذا النوع كياكل الزيت، خصوصا كما قلنا الموتور 2.0 تي دي ديال 2004 2007 يعني الاول ديال 2007 هذاك حتى هذا المشكل ديال الزيت كاين بعض الناس كيتشكاو منه، ولكن ماشي مشكل معروف بزاف على غولف 5، انما كاين هذا المشكل، وهذا المشكل اصلا خصوصا ديال تاكل الزيت يعني كاين بزاف في الفولكس فاجن اون جينيرال، كاين حتى في الاودي، وخصوصا كاين بزاف في ليسانس اكثر ما كاين في المازوت ديالها. بالنسبه باش نرجعوا للموضوع ديال المرسيدس، هو ان المرسيدس ما كاينش يعني كما قلت لك ما كاينش، يعني قلبت ما لقيتش بانه كاين مرسيدس 220 ايسانس، يعني لو تاكد لي بالضبط شنو المرسيدس، واش 200 ولا 180 ولا 230 ولا 300 ولا 350 320، هادو كلهم مطر ديال يعني ريفيرونس ديال المطر ديال المرسيدس. بالنسبه للمرسيدس اون جينيرال، المرسيدس الكونسوماسيون ديالها في الايسانس زايده شويه بزاف والبويسونس ناقصه، يعني فاش نقارنوا ماشي ناقصه يعني انها عيانه في البويسونس، لا فاش كتقارن يعني البويسونس اللي كتعطيك مقارنه بالكونسوماسيون كتلقى بان الكونسوماسيون زايده يعني من داكشي اللي كتاخذ نتايا، يعني من الافضل انك تشوف لو الاودي او لا الفوكس فاجن اونجا ولا البي ام دبليو في ليسانس هما احسن من المرسيدس. بالنسبه للفيابيليتي طبعا راه المرسيدس راه فيابل ما فيهاش مشاكل بزاف. سي رشيد، التيا اكس ال سيات التيا اكس ال، مشات سيات التيا اكس ال حتى هي نفس الديكور ديال راه سيات ليون، سيس بلاس مزيانه هي، عندها نفس البياس ديال سيات ليون وغولف 5 او لا غولف 6 على حساب اش الموديل ديال سيات ليون، اش يعني من عام فاش خرجت، هو البياس ديالها موجود والديفو ديالها هو انه مطلوبش في السوق، اولا لان يعني الشكل ديالها سيت بلاس او لا سميتو ما مطلوبش اصلا هذا النوع، هذا مطلوبش بزاف في المغرب كيشريو شي ناس بزاف، ثانيا هو انه واحد 8 اللي شوفوا ثمانيات اللي شوفوا كما تنقولوا هذه ما ناقص شي في البيع ديالو، ماشي بحال السات اللي شوفوا. بالنسبه للبياس ديالها موجود وخصوصا حتى في يعني في لافيراي ولا في الجديد، يعني تحط بياس او لا لا ميزون ما غاليش بزاف البياس ديالها، يعني بالنسبه لها عندك سات بلاص يعني توجور او لا عندك يعني محتاج لمساحه كبيره راه طوموبيل مزيانه بزاف. الا باغي طوموبيل رخيصه عليها في البياس ممكن تشوف رونو غروند سينيك او لا كيا كارينز، هادو كي زدتهم سات بلاص واسعين والبياس ديالهم شويه رخيصه بالنسبه مقارنه للسياط. بالنسبه للموضوع ديالنا هو البيع والشراء ديال السيارات المستعمله، يعني كيفاش تقلب الطوموبيل ديالك، يعني باش نذكر الناس اللي ما سمعوش يعني كيفاش انا وكيفاش تقلب الطوموبيل ديالك ولا شي حاجه، يعني ضروري انك تدي معك طولوري وميكانيك لانه ضروريين في التقلاب، لانه هما عندهم خبره في ذاك المجال ديالهم، يعني كل واحد عنده خبره في ذاك المجال ديالو، يعني حاول انك اقسم يمكن انك تحط واحد الفلوس كثار، يعني انا كنقول يعني ما تقولش لا ما نديش معايا ميكانيك وداك الطوري غادي ليا فلوس ولا شي حاجه، يعني حاول انك الا انفيستيتي فيهم يعني استثمرتي فيهم ممكن تاخذ واحد الحاجه زوينه، الا غير ضيعتيهم تقدر هذيك في ديك اللحظه الطوموبيل خايبه.
استاذ مراد، واش بصح الطوموبيلات الديواني احسن من طوموبيلات البلاد؟ على حساب حيت دابا الطوموبيلات الديواني عندهم بزاف ديال لي زافونتاج، بحال كمثال اللي تاخذ لي زوبسيون، كتاخذ نوعا ما الثمن شويه ناقص السوق، كيبقاو شادين الثمن بزاف في لوكازيون. كما قلنا لي زوبسيون كتاخذ يعني عامره بزاف، يعني لي زوبسيون عمرك كتلقاهم في ديال البلاد، الدوموند ديالهم، وحتى تاخذ موديلات يعني جداد بالثمن ديال يعني موديلات جداد وعامرين بالثمن ديال الطوموبيل اللي خاويه وجديده في المغرب. ولكن اللي عندنا فيهم خايب هو انه كما قلنا الديواني كتكون معرضه لجميع الاشياء. اولا ممكن تلقى الكونتور مزور، ثانيا ممكن تلقى الطوموبيل كامله مزوره، يعني واش كتعوم واش ما كتعومش على حسب هاد المصطلحات. ثانيا ممكن تلقى يعني الوراق ديالها ماشي هما هذوك، ممكن تلقى عاوتاني مولاها باعها ليك، يعني باعها في برا، اون فوا باعها باعها دخلت المغرب تدونات، هو عاد ديكلارا بانها راه تسرقات باش تعوضوا لاسورانس. هو كتعوضوا لاسورانس، لاسورانس كتجي تقلب على طوموبيلتها كتجي كتهز عليك من الدار، وما كاينش اللي غادي يعني يرد لك شي حاجه، سميتي يعني شريتي المسروق، يعني ما عندك والو، يعني حتى واحد حتى واحد 5 مليون ولا 6 مشات لك، حتى 20 مشات حسب الثمن اللي مشات. وبزاف ديال الناس طرات لهم هذه القضيه دي، يعني كتجي الطوموبيل ديالهم من الكراج ديالهم، ملي كيدق لاسورانس كيدير برا كتجي كدير من الكراج ديالهم. هادشي اللي خايف ديال الديواني بليز، يعني زائد انه الاخطار اللي كتكون يعني في كما قلنا ديواني، يعني خصوصا المضروب وعاد المسخين عاد دايرين اكسيدونتي برا ومصلوحين مزيان عاد جايين للمغرب، كاين بزاف الاشياء. ولكن كما قلنا عندها لافونتاج عاوتاني كذلك، يعني كتبقى شاده الثمن ولي زوبسيون كذلك كتكون زايده، وحتى لي زوبسيون ديال الامان كتكون زايده نوعا ما على هذيك، يعني عدد الايرباك كيكونوا ديما اكثر. اللي سميتو لي زوبسيون ديال الامان يتبرا راسهم بحال الاس بي، طوموبيل في المغرب ما كيكونش فيهم الاس بي نهائي، كيكون تمايا اس بي هو نظام اللي كيجعل ان الطوموبيل تبقى شاده في الارض في الفيا خصوصا في الفيراجات، يعني فاش كتجي بحال كداخل في شي فيراج كثر من السرعه اللي داخل بها نتايا، هو كيبدا يفراني ويعاونك باش تدور داك الفيراج اكثر، يعني باكثر امانا. استاذ يونس، سيتروين سي 5 اوتوماتيك، بالنسبه للسيتروين سي 5 اوتوماتيك، يعني اش موديل، يعني اللي كانت تهضر على موديل 2008 الفوق، يعني اوتوماتيك ديال السيتروين راه مزيان، هو زيد شويه في الكونسوماسيون بالفاصله، يعني بحال قلت لك كتاكل هي 6 ونص في المدينه غتاكل لك 6 ونص، يعني 6 في العاديه في المدينه غتاكل لك 6 ونص بالاوتوماتيك، يعني عوض المانيا، حيت المانيا عاوتاني على حساب الطريقه ديال السوكان ديالك ولا داكشي. بالنسبه للاوتوماتيك كذلك الا غير تشري اوكازيون خصك اون فوا تشريها خصك تقلب لها الزيت ديالها واش تبدلها مولاها ولا ما بدلاش، واش كيدير الفيدون ديالها، لان ضروري لان البوط اوتوماتيك غاليه بزاف في الريباراسيون ديالها، يعني هاد خصك تكون متاكد من هاد الامور هادي. ولا كنتي غتشريها كذلك انت جديده، يعني واكب انا كتقلب ليها يعني البوطا فيتاس ديالها وكلشي، يكون يعني الزيت تكون في الوقت، الفلترات ديالها كلشي يكون في الوقت. وبهذا كنساليو هاد اللايف ديالنا هذا، وكنشكركم على المتابعه ديالكم، ولا عندكم اسئله اخرى ولا شي حاجه طرحوهم في المنتدى، وان شاء الله الى مره اخرى ان شاء الله.